بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هو خليل، كيفاش ما يتمش الكلمات؟ ولا من سافا دي سوا يقولوا الفرنسيون. وخواتنا في الجزائر وليبيا يقربوا منا ويحترمونا أكثر من احترمونا. يعني شوف الأخوة ما زالت، ما أنا حبيت ولا تكره، ولو بعثرونا وسايس بيكو وقزمونا وفتتوا المفتت وقسموا المقسم، ومع ذلك ما زالت بقايا الشريان المغذي لأمة الإسلام. فماش واحد منا يمشي عموما للجزائر ما يلقاش استرحاب وبكل أدب ويلقى الخدمة لوجه الله تعالى. كذلك في ليبيا كل حد شنو عوايده، حتى في يستدعيوك لمأدبة ولا يخرجوا معك للجارة باش ما يلقاش امتهانك ولا غشك. في كل مكان تلقى الغشاشة، وإن كانت في ديار الإسلام تلقى المنافق، تلقى اللي يكتم حقده على الأمة الإسلامية فيكيد لها بكيد يريد تدمير الكيان الإسلامي. لكن نور الله يبقى وعداء الله ينتهون على شر الحالات، وهذا اللي قاعدين نراه فيه بالليل والنهار عبر الأزمان. اللهم نصرت فزدنا نصرا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العظيم.